اوعي الحوار ياخدك من الغنى. لا لا لا, لا خلاص ده كان خدنا انا جزء من كان خدنا انا اللي بيكتبوا اغاني. انا بالنسبه لي انا اهم حاجه الشعر. اي حاجه تيجي بعد كده وهي اكيد ده بالنسبه لها يعني. لا وهي بحسها حاجه مش بمزاج يعني. هقول لحضرتك تشبيه ممكن تضحكي عليا بس هي والله العظيم عامله زي العطسه. هي لو جات لك عطسه لازم هتطلع ولو ما طلعتش هتفضل تعباكي يعني. حلوه العطسه. أيوة غنوه يا العطسه. الحاح اصله غصب عنك. هي لازم هتطلع طالما جاي لك الكلمه هتضطري. انا فخوره بيكي فرحانه بيكي.